معلش معلش ظهري. معلش يا بابا عشان تشوف انا بستعمل ايه. معلش ايه المكان قدامك الالات حلوه وعلى قدك راح تجيب لي انتريه. معلش 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 ما ترجعه وجيب خمسه سته من الحلوين السواري. يا بابا هو بقسماط خلصني بقى عندي امتحان. اتفضل يا اخويا ادي البلكونه. دخل يا اخويا الفرقه الموسيقيه بتاعتك. حاسب ما تخبطنيش تاني بظهري. سوري يا بابا سوري سوري. تعال قول لي يا تيمور اخبار البنت نوال ايه؟ غرقت محروقه. يا ساتر دي باظت خالص. لا بابا ده حلم بحكولك اسند بس. طيب على مهلك على مهلك. اوعى يقع اوعى يقع انت حر. يعني مش هنروح نقابل امها؟ هي كلمت مامتها وان شاء الله يومين كده بقى. طيب يا عايز مني حاجه؟ لا عايز استرقاها مني بقى. طيب انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه معاك دي يا شاي؟ هات 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 يا تيمور. طب مخصومه منك الشهر الجاي. انت يا عم يا فوجة امسكوا الزفت ده. يا خبر ده نسيت الزبونة. أسام يا ببلاوي يعني هو هيكون جرالي حاجة. يا عم اطمن علي أنا الأول جرالي حاجة ولا لأ. يلا على مهلك على مهلك على مهلك. أهو الامتحان يلا بسرعة الامتحان. لا تراني يخرب بيتك. والله العظيم هتموت واحد فينا مره. اتفضل اطلع. ده فوده فوده انت مش عارف هبل وعبطه. يلا